حديثنا اليوم مشاهدينا في الجزء الأول من فقرة الأمومة والطفولة صحي بامتياز. حديثنا عن سرطان عنق الرحم، المفهوم تاعو وشنو هو، أيضا التشخيص تاعو والطرق الوقائية اللي تخلينا نقي أنفسنا من هذا السرطان قبل ما نروحوا للعلاج. للحديث عن هذا الموضوع نسعد باستضافة معنا في الأستوديو الملتزمة دائما الضيفة العزيزة على استوديوهات الشروق نيوز مورنينج، على استوديوهات الشروق مورنينج، زروقي هانية مختصة في طب النساء والتوليد. صباحك سعيد دكتورة، مرحبا بك معنا. الله يسلمك، نشكرك على هذا الكلام الجميل. العفو، إذا هذا يعني كلام ربما رد للجميل فقط، يعني ماشي مجاملة فقط، وصية للبرنامج، خاصة فيما يخص النصائح والمعلومات اللي تقدمينهم اللي عندها صدى كبير للفقرة وقفنا عليه يعني أنا وياك على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب صفحة الرسمية لها شروق نيوز اللي تسيبوا فيها كل المواضيع اللي رانا نناقشوها يوميا في الاستوديو. يلا دون اطاله نروحوا الى سرطان عنق الرحم. دكتوره وشنو هو هذا السرطان؟ فوالا، دونك سرطان عنق الرحم هو ثاني سرطان عند المراه من بعد الاول هو سرطان الثدي، والثاني هو سرطان عنق الرحم. عنق الرحم نعرفوا هو يقولوا له لو كول اوتيران، يعني هو الموضع تاعو في المهبل، هو البداية تاع الرحم. في انتظار جاهزية الصور اللي حضرناها لهذا الموضوع باش نفهمه ونشرحه للمشاهدات بالتفصيل. يلا المشاهدات اللي قالوا لي في اليوتيوب ما تقطعيش الدكتورة، نخليك تهضري. لا مشكلة، أنا ما تقطعينيش. يلا هو اللي يجي السرطان تعيشي، ما تقطعيني الله يبارك ظريفة، ما كانت حتى مشكلة. ربي يحفظك تعيشي. إذا سرطان عنق الرحم هاي لك الصورة. فوالا سي سا، دونك أون لوتيروس الرحم تحت المهبل، وبين المهبل والرحم عندنا عنق الرحم. الرحم عنق الرحم يتقسم الى قسمين، عندنا لوريفيس اكسترن دو كول ولا ليكزوكول لتحت، هذا جاي اكزو معناتها خارج، وعندنا هو عنده خلايا معينه اللي هي بافيمونتوز، فهمتي؟ دونك هذا سي لو تيب هيستولوجيك، سي ان بتي بو لي ديتاي. والداخل سي لوندوكول، لوندوكول للداخل خلايا مفرزه، يعني فيها دي سيلول سيلندريك جلوندولير، فيها خلايا مفرزه، سي بور سا عندنا افرازات تاع طبيعيه تاع لوكول. لوكول هذيك افرازات طبيعيه هو اثناء ربما عمليه تنظيف تلقائي لعنق الرحم ولا المهبل. بون هذوك الافرازات كاين افرازات طبيعيه وافرازات غير طبيعيه، هذا سي نوت سوجي. الافرازات الطبيعيه تكون ما عندهمش رائحه لون معين، فوالا من اللون تاعهم ماشي اصفر، لكن كيكون عندهم لون يكون شفاف، كيكون يتغير اللون تاعهم ولا الرائحه تما نقولوا انفكسيون. هادو الافرازات هادوما دليل على ان المراه عندها الهرمونات تاعها يخدموا، دونك سي نورمال. فوالا، اذا كانت هذه الافرازات يعني يختلف اللون تاعها والرائحه تاعها، هل هذا يدل على وجود سرطان من بين الاعراض؟ دونك ندخلوا كما قلت لك، دونك هذا هو تعريف سرطان عنق الرحم. الرحم كي نروح باش نروح للاعراض نسبق نقول زوج حاجات، يعني كلمتين مهمتين في هذا السرطان. هذا السرطان عنده حاجه مليحه، يلي اكسيسيبل، نقدروا نلحقوا، نقدروا نديبيستيو، نقدروا نفيقوا له قبل ما يولي سرطان. هذه الحاجه الاولى، باسكو لو كول سي ان اورغان اكسيسيبل بالفروتيبر كيما هضرت لا ديرنيغ فوا، نقدروا نشوفوا لي ليزيون بري كونسيروز، معناتها لي ليزيون اللي قبل ما يولي سرطان، ولا دوغي المده تاع باش يولي كونسير طويله كيما قلت لك 10 حتى 15 سنه، دونك عندنا الوقت باش نديروا التشخيص المبكر تاع لي ليزيون بري كونسيروز، يعني لي ليزيون اللي قبل هذاك الكونسير، نقدروا هذوك هذيك ال 10 15 سنه نفيقوا نشخصوا بالفروتي لا ليزيون، نداويوها وتروح ما توليش كونسير. سي بور سولا حبيت نقول للمشاهدين الكرام، هذا لو كونسير نورمالمون خلاص يدوا با اكزيستي، نورمالمون ما نزيدوش نشوفوا سرطان عنق الرحم. عنق الرحم علاش؟ خاطرش كيما قلت لك نون سولمون راهو قريب نقدروا نشوفوه، نقدروا نشخصوه بالفخوتي برك، ان بوتي جيست عند جينيكو ولا جينيراليست يشخصوه،
كي يشخص لا ليزيون بري كونسيروز في هذوك ال 15 سنه المراه لازم دير دي فروتي يبان يبان كي يبان هذيك لا ليزيون بري كونسيروز تقدر تروح وتقدر تداوى ما توليش كونسير فوالا دوك ما نلحقوش هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه حاجه جديده كاين الوقايه من هذا السرطان كيفاش الوقايه خرجوا دي فاكسان انتي اش بي في باسكو كيما قلت لا ديرنيير فوا لو كونسير دو كول لا كوز تاعو سي لو اش بي في يا اخي قلت لك هو لو فيروس اش بي في كاين دي فاكسان اون جينيرال سي لو 16 اي لو 18 كاين واحد 100 نوع تاع الاش بي في لو 16 اي لو 18 هو لي سورتو يديرنا لو كونسير صابو لي فاكسان دونك لي في اون في لي بي ديفلوبي في فرنسا وكلش راهم يديروا لي فاكسان ميم دوك في الجزائر يدخلوا فيهم هذه الثقافه بلوردونونس يجيبون فرنسا ويديروا الوحده جون في قبل ما تتزوج لو فاكسان هكذا ما يجيهاش سرطان عنق الرحم عنق الرحم يلا هنروحوا نشوفوا هذه الصوره فقط لو كان غرفه التحكم ثبتها لج في الشاشه الخلفيه صوره نيمار هذه قبل ما نروح لها حبيت نعرف شكون هما الفئات اللي تمسهم يمسهم سرطان الرحم هل النساء المتزوجات فقط معنيات المراه اللي ولدت ولا حتى العواتق كما نقولوا حتى هما عرضه لهذا النوع من السرطان وحده اللي ما كانتش دارت علاقات مشبوهة ولا علاقات يعني لا حياء في الدين داكوغ لازم نهضروا يعني هذه حاجة أكيد أكيد دونك اللي ما دارتش علاقات ولا ما يجيهاش ما تخافش سرطان عنق الرحم باسكو لو اش بي في سي اون انفيكسيون سيكسيوالمون ترانسميسيون يعني جينا من الخارج من الجنس من الجنس دونك اللي ما عندوش علاقات يعني بزاف هكذايا مع دي بارتنير مولتيبل يعني وما يخلطوش وكلش ما عندهمش هذا الاش بي في ما عندهمش سرطان داكوغ يعني هذا فيما يخص الفتيات الغير متزوجات ما يجيهوش ولا كان ما عندهمش علاقه المتزوجات فوالا كان النساء المتزوجات عرضه لهذا النوع من السرطان كاين دي فاكتور دو ريسك وشنو هما هاد العوامل؟ نعم العوامل اللي تخلي المراه يجيوها هاد يجي هاد السرطان عنق الرحم وحده اللي تزوجت بريكوس معناتها زواج مبكر وحده ولا هي ولا راجل تاعها ولا الزوج تاعها يكون عنده علاقات مشبوهه بزاف يعني علاقات جنسيه يكون يعني تكون عندها بزاف دراري تكون فهمتي دونك هادو هما سورتو سن مبكر يعني 18 19 سنه حنا على بالنا انه الفتاه في الجزائر يعني تزوج 20 22 23 يعني تزوج بريكوس ايضا عندها عرضه اكثر سورتو اللي كان الزوج تاعها ولا هي كانت عندها علاقات مشبوهه مع عده اطراف فهمتيني جنسيه مي وحده اللي تكون يعني ملتزمه وراجل تاعها كلش ما كاش ريسك كواكو دوك باش ما يعني ما اونكريمين با غير الجنس كاين ساعات وين يقول لك في الحمام في المسبح نقدروا كاين حالات وين ما عندهمش علاقات وجاهم لو اش بي في دونك نقدر نقولوا بلي هناك ايضا عوامل اخرى مي سورتو الجنس من بين العوامل الاخرى العوامل الوراثيه كاين احتمال في الكل نو في الكل نو عندنا العوامل الوراثيه بايزون في الرحم بالرحم الفوق لوندوميتر كاين عوامل وراثيه في لوفير اوسي في هذا هو المبيض مبيضين وعندنا بطانه الرحم بطانه الرحم الكولون كاين يعني عوامل وراثيه تدخل ضمن بصح لو كول قلت لك لو كول واحد 95 ولا بلوس اش بي في اش بي في اذا نعاودوا نولوا دائما لسرطان عنق الرحم في الصور اللي قبل هذه اذا المراه المتزوجه اللي عندها دراري يعني الولادات المتكرره ايضا راح تعرض المراه للاصابه بهذا السرطان لا جاها لو اش بي في ولا مثلا في الولاده ولا كان جاها يقدر بالك كونتاميناسيون ولا جاها لو اش بي في فوالا تما كاين ريسك والاش بي في كما قلت لا ديرنيير فوا السبب الرئيسي هو هذا الفيروس هو الفيروس هذا بلوس دو 95% وعندنا هذا الاش بي في كما قلت لا ديرنيير فوا نديروا له لو تيباج كي نصيبوا في الفروتي دي سين داش بي في هضرت عليها لا ديرنيير فوا نديروا النوع تاع الاش بي في باسكو قلت لك كاين الاش بي في ما يديرش سرطان جونتي نون اونكوجين وكاين لو اش بي في اونكوجين اللي يدير سرطان يلا هنتوقف عند هاد الصوره اللي تورينا مراحل سرطان عنق الرحم هاد المراحل تمتد على فتره جيس 15 ans يعني طويله 15 سنه طويله هاد مليحه هاد لا فوتو الله يبارك سي بيان دونك جالي لا بريزونتي باسكو فوالا دونك ليتاب الاولى كيكون قلت لك علاقاتي تو سا
كاين او ديبي قبل ما تكون عندها علاقات يكون نون انفكتي، ما عندهاش لو فيروس، ما عندهاش هذاك الانفكسيون. من بعد كي دير علاقات يجيها لو اتش بي في، ولو اتش بي في يمر بثلاث مراحل باش يولي كونسير. سي بور سا قلت لك نورمالمون هاد لو كونسير خلاص اون فا لي غاديكي، نحيوه كاع يولي ما كاش. خاطر شوفي من ستاد ليجير تكون ديسبلازي ليجير، معناتها اون موديفيكاسيون كيما قلت لا ديرنيير فوا تاع لي سيلول يكون غير شويه لو ان تيير تاع ليبيتيليوم ستاد ليجير، ومن بعد يولي ستاد موديري. هاد الفتره كاين 5 سنين بيناتهم، وفي 5 سنين هادوما 40-50% يقدر تروح، تقدر تروح هاد الانفكسيون اتش بي في بلا دواء، يعني تقدر تروح بلا دواء ولا صبنا حنايا في الفروتي نقدروا نداويوه تروح بلا كولبوسكوبي، ديروا الدواء يروح. من بعد من ستاد موديري حتى الافونسي كيف كيف كاين اون دوري دو 5 انغانا كيف كيف كي نشوفوها، يعني تكون بلوس دو ان تيير، يعني يكون لو ان تيير او ديبي تولوت تاع ليبيتيليوم ما قاسوا لو اتش بي في يكونوا تخربات في الخلايا. هذا هو السرطان، السرطان هما سي دي سيلول انارشيك، يعني يتكاثروا بطريقه عشوائيه دونك يكون بلوس يكون دو تيير. ومن بعد في لو ستاد 3 يولي قلت لك بيناتهم ايضا 5 سنين ولا 6 سنين، دونك شوفي قريب 10 سنين تما ايضا يكون خلل، يكون عشوائي لي موتيبليكاسيون انارشيك. تما هذيك الانفكسيون ايضا 40-50% تقدر تروح. سي بور سا نوجه نداء للمراه كي تصيب في الفخوتي تاعها عندها اتش بي في ولا ليزيون باغراد اللي هي ستاد ليجير ولا ليزيون موديري ديسبلازي موديري ولا ما تنخلاش، باسكو عندنا اكثر من 50-60% تقدر تروح لها الاتش بي في، يقدر يروح لها وحده بلا حتى دواء كي تكون المناعه مليحه، كي تكون تقدر وتقدر ولا داواتها ورا كانت تروح لجينيكو في فخوتي تصيبها دير لها الدواء يموت لها داك الاتش بي في، ما يديرلهاش كونسير. ما يلحقش حتى لو ثوازيام ستاد اللي هو سي ان 3 يعني ديسبلازي او غراد يقولوا لها، تما وين هذيك تبدا باش نقولوا راح يجي الكونسير، تما وين يفو انترفونيغ شيرجيكالمون. مي مقبل المراحل هذوك بالدواء يموت، بالدواء يموت. لكن هل تصاحبه الام؟ هل سرطان عنق الرحم يجي معه الالم؟ كاين كثير من السرطانات الخبيثه اللي ما يفيقولهاش لانه ما تلافقهاش الالم حتى نلحقوا لاخر المراحل، المراحل المتقدمه. هل نفس الشيء بالنسبه لسرطان الرحم؟ بالنسبه لسرطان عنق الرحم قلت لك التشخيص المبكر لازم تشخيص مبكر باش بالفخوتي مسحه عنق الرحم، مسحه عنق الرحم اعراض تاعو يقدر يكون اسيمبتوماتيك، معناتها ما كان ما عندوش حتى سين، ما كانش الم، ما كان الم، ما كان افراز، ما كان في الفخوتي يبان. داكور يقدر يكون عنده اعراض، من بين هاد الاعراض نقدر نقولها. تفضلي تفضلي. دونك عندنا لي زانفيكسيون ا ريبيتيسيون، يعني التهابات تقعد المراه كل يوم عندها افرازات التهابات يجي ويروحوا يجي ويروحوا. لو سين لو بلو باتوغنومونيك يعني لو بلو كاركتيريستيك تاع لو كونسير دو كول سي لي ميتروراجي بوست كويتال. واش معناها؟ سينيومون معناتها الدم يجيها الدم في الجماع. كي يقيسها راجلها باسكو سيتي ميكرو تروماتيزم، كي يقيسها راجلها في لو كول في الجماع تسيل. يكون هناك نزيف. نزيف ولا سينيومون شويه معليش قطرات الدم. المرأة كي يكون عندها مور الجماع تصيب الدم. قطرات الدم. هذه لازم تخمم تروح تشوف طبيبة. شوف لها لو كول دير لها فخوتي كيما قلت التشخيص المبكر. فوالا من بعد كي يولي افونسي يوليو عندها باش يوليو عندها دي دولور باش يوليو عندها دي سين اورينير ولا، مي او ديبي هادو هما الاعراض يعني اعراض خفيفه. هذا هو سي بور سا اللي لازم لو ديبيستاج بالفخوتي. اذا نروحوا لنقطه اخرى متعلقه بالدوره الشهريه، هل تتاثر الدوره الشهريه عند المراه التي تعاني من سرطان عنق الرحم وقت وتقدر هي تكون المنبه الاول؟ الو كيما قلت لك المنبه الاول هو لو سينيومون مور الجماع، هذا هو لو سين دالام اللي يخلي يعني الدوره الشهريه تولي يعني تكمل جهه بطريقه منتظمه. كل وقت تسيل، كل وقت تسيب روحها تقطر تقطر. اون جينيرال بون كاين عوامل هرمونيه، يعني يكون ان تروبل هرمونال، معناتها ماشي مره اللي تكون تسيل كل وقت تخاف تقول واقيل عندي سرطان عنق الرحم، لا لا تروح تشوف طبيبه تشوف لها لو كول كيما قلت لك الي اكسيسيبل لو كول نشوفوه نديرو سبيكولوم بعد كي نجيب لكم سبيكولوم نشوفو لو كول
اكسيسيبل مسحة عنق الرحم يبان. دونك سوا كيما قلت لك يكون هذا لو سانيومون اللي يكون اون دور دي ريغ سافدير خارج العاده تولي تقطر. سوا يكون تروبل هرمونال يعني المبيض الفوق هذاك المبيض هو اللي ماهوش يخدم مليح في خلل في الهرمون. سوا يكون في في اسمه في لوكول يعني في عنق الرحم ولا يكون في لوندومتر. ليكوغرافي يبان اسكو كاين خلل في لوكول في ليكزامان كي نشوفوا اسكو كاين خلل في بطانه الرحم اسكو كاين خلل في هرمونات تاع يعني افرازات تاع لوفير وتما نعرفوا وين المشكل نداويو ولا كاين نديروا مسحه عنق الرحم ولا ما كان والو صافي لوكول الحمد لله هاو مريح. نروحوا نشوفوا البطانه بليكوغرافي ولا ما فيها والو ولا كش ما فيها نديروا بيوبسي نديروا ايضا بيوبسي تشريح لانابات نشوفوا ولا كان ما كاش كاش مرط بدا تشريح الجيني البيوبسي ماشي الجيني سيتادير تشريح لانابات انابات انابات معناتها انسجه انسجه يعني تشريح الانسجه ناخذوا عينه ونعيروها تشريح الانسجه يعطيك الصحه باسكو الاخر تشريح الخلايا لو فروتي سيتولوجيك وهذاك سي لانسجه بيوبسي يعني نحيو نسيج ونشوفوا لما فيش كاش مرض ولا ما كان في لوكول والو ما كان في لوندوميتر والو لوفير نقدروا نشكوا كاين خلل هرموني سورتو المراه كي تبدا تكبر في لا بري مينوبوز عندها خلل هرموني نعطيو لها دواء تتريق لها الهرمون تاعها ويروح لها داك السينيومون. استسمحوا كي فقط دكتوره قبل ما نواصلوا نذكر فقط المشاهدات اللي يتابعوا فينا واللي همهم هذا الموضوع انه الفقره التفاعليه بامتياز يقدروا يتصلوا بنا على رقم البرنامج 023 71 98 71 نقدروا نفتحوا المجال للمكالمات الهاتفيه ربما لمكالمه او مكالمتين هاتفيتين الموضوع هام جدا ربما يراودني سؤال نذكر فقط الرقم راهو ظاهر اسفل الشاشه سؤال لجاني هل المرأة المصابة بسرطان الرحم يعني 15 سنة تقدر ما تفيقلوش في هذه المدة تقدر تحمل يعني بطريقة عادية يعني ما كانش مشكل تقدر تحمل تقدر تحمل هنا ميم دي كا دو كونسير بوندون لا غروسيس يعني في الحمل تاعها كي تروح عند طبيبة نوجد نداء أيضا لازم كي تروح عند طبيبة وحدة اللي جامي ما دارت ان فروتي سي المومون تحكمها في لا غروسيس اللي انسانت تقدر دير لها فروتي كي تجي انايا عندي باسيون تقول لي نقولها مدام جاتني على الحمل باسكو هما اون جينيرال لي فام الحمل يروحوا عند الطبيبه بصح كي ما يكونوش بالحمل ما يروحوش ما يروحوش فوالا دونك كي نصيبها حامل ونقولها مدام اسكو درتي ديجا فروتي تقول لي نو جامي ما درتو سي لوكازيون نقولها مدام نديرهولك مليح نشوفو لما كان والو فوالا ساعات اون ايو دي كا وين اون ديكوفر دي ديسبلازي ولا بوندون لا غروسيس مي كيما قلت لك 50-60% يروحوا يلا دكتوره كما اعتدنا من خلال هذه الفقره نستقبل مكالمه هاتفيه صباحك سعيد سيدتي مرحبا بك معنا صباح الخير اخت صباح الخير مرحبا بك صباح الخير كمينا كتعيطي لنا مع هذه الصبيحه يعيشك اختي السلام عليكم عليكم السلام شكون معايا يعيشك اختي فريال من سقهرات معاك فريال من سقهرات تحيه صباحيه فريال نقصي فقط الجهاز التلفاز وسالينا راهي تسمع فيك الدكتوره معليش صباح الخير مرحبا بك تفضلي الحمد لله انا نسمع فيك فريال ان شاء الله حبيت نسقسي الحكيمه برك اسكو الاجهاد المتكرر يسبب عنق سرطان عنق الرحم هذا هو سؤال تاعك هي هو اسكو الكلوميد دواء الكلوميد كي مدهولك طبيب ياسر تشرب به بطريقه مستمره خلاص اقعدي معنا راح تسمعي الاجابه تاع الدكتوره اذا الاجهاد المتكرر هل يسبب سرطان عنق الرحم مادام نقول لك لا الاجهاد المتكرر ما يديرش سرطان عنق الرحم كما قلت لك السبب الرئيسي تاع سرطان عنق الرحم هو لو اش بي في الهربس سي تان فيروس هذا فيروس هو اللي يدخل وقلت لك يدخل سوفون 95% يدخل بالجنس دونك ماشي اجهادات متكرره هذيك حاجه واحده اخرى هضرت عليها ولا حبت المدام تشوف اسباب اجهاد متكرره تدخل في الفيسبوك تاعي دكتور زروقي هضرت على اسباب الاجهادات المتكرره وكنت هنا في الاستوديو يعني ولا ما شفتش الحصه ولا تقدر تعاود تشوفها ولا كان عندها هذا المشكل فوالا بالنسبه للدواء اللي تاخذ كلوميد ما يديرش تاع سرطان عنق الرحم
كما قلت لك السبب الرئيسي هو الاش بي في كلوميد سي دي زغمون، يقدروا بالطول يديروا سرطانات اخرى هرمونو ديبوندونت كما قلت لك لا ديرنيير فوا، يعني سرطان اللي مثلا تاع لوفير هادوك يعني يقدر يقدر فوالا سايتي انكريميني بلي اللي يشربوا بزاف بزاف كلوميد عندهم دي ريسك يديروا سرطانات تاع لوفير يعني ماشي تاع الكل. بصفه عامه دكتوره نغتنم الفرصه، كل الادويه الهرمونيه يعني قادر يكون عندها تبعيات وسرطانات. نعم لانه هو تدخل خارجي، هرمونات ناخذوها زياده على الهرمونات اللي يفرزها الجسم تاعنا. نروحوا لنقطه اخرى، قلت لنا انه سرطان الرحم يظهر يعني على مدى 15 سنه لكن هل ينتشر الى بقيه الاعضاء الاخرى في جسم المراه باي طريقه، بطريقه سريعه بطريقه بطيئه؟ الوغ كيما قلت دونك لو دياغنوستيك التشخيص تاعو لازم يكون مبكر بالفخوتي، هذا النداء الاول. النداء الثاني لازم كما قلت الوقايه، دو قراره كاينه هذه الثقافه تاع الفاكسان. دونك لا ديغي قلتي لي باردون سؤال سمحي لي قلتي لي هل ينتشر الى ينتشر الاكستنسيون تاعو فوالا. دونك كي يكون في هذاك لو شيما اللي درته لي مقبل لو طون في المرحله الاولى، المرحله الاولى ما كانش انتشار باسكو ماشي كونسير، المرحله الاولى الثانيه والثالثه هذيك فوالا ديسبلازي ليجير ديسبلازي موديري. فيروس الاش بي في راهو الاش بي في راهو يدير تشوهات في الخلايا في المرحله الاخيره، في المرحله الاخيره ستاد وين يكون نقولوا له لا ميكرو انفازيون، معناتها راهو بدا كاين لا مومبران بازال باسكو ليبيتيليوم فيه طبقات، من بعد كاين لا مومبران بازال كي هذاك ستاد ثوازيام سي ان 3 يقولوا له يعني ديسبلازي او غراد ديسبلازي معناتها ستاد ثوازيام كيما قلت لك سور 15 ولا تما كي يروح يمشي في لا مومبران بازال تما كاين عروق كاين دي فيسو لينفاتيك كاين دي فيسو سانغان تما تقدر تكون اون اكستنسيون يمشي للفوق يلي تخي لينفوفيل يمشي بزاف في لي فيسو لينفاتيك. واش معناتها لي فيسو لينفاتيك؟ العقد اللمفاويه كاين عندنا العقد اللمفاويه من البلفيس يطلعوا لابدومين مع لاورت مع كامل العروق يقدر يمشي لابدومين يقدر يمشي لي بومون بصح ماشي في كيكون في المراحل الاولى لا لا ليزيون بري كونسيروز ماشي كونسير يروح يعني فيروس فقط. يلا نستقبلوا دكتوره مكالمه هاتفيه ثانيه. صباحك سعيد مرحبا بك معنا. انقطعت المكالمة خليناها تستنى ربما، ولهذا في كل مرة يعني ألجأ يعني أني نقاطعك باش نستقبل المكالمات باش ما نخلوش الضيوف يستناو. إذا معليش حنا غرفة التحكم كانوا تقدري تقاطعيني ما كان حتى مشكل. شكرا دكتورة. إذا سؤال معليش خداتو غرفة التحكم كانت مريضة بسرطان الرحم عالجاته بعد ثلاث سنوات عاود رجع لها سرطان الرحم وفي هذه المرحله لجات الى استئصال الرحم. فوالا دونك كيما قلت كيكون غير في لوكول ماشي في لي ستاد الاولين هذوك يكون انفيكسيون برك هذوك تداوى قلت لك تقدر تروح بلا دواء وتقدر باش المراه ما تنخلعش تقدر بلا دواء ولا تقدر بالدواء تروح. كي يلحق الستاد الثالث يعني اوغراد تما يقدر يمشي يقدر يكون يولي كونسير من الاول ميكرو انفازيف معناتها غير شويه يطلع كيما كي تشوفي غير في لوكول ومن بعد يقدر ولا ما داويناش ولا ما درناش كونيزاسيون ما نحيناش لوكول اي تو سا يقدر يطلع للرحم ويقدر يطلع يمشي اكثر كيما قلت لك يطلع للابدومين يطلع للتوراكس. سي بور سا كي يكون في هذاك لو ستاد لازم نديرو ان سكانير توراكو ابدومينال يعني يقولوا له لو تاب توراكو ابدومينو بلفيان يعني نطلعوا من البلفيس لابدومين للتوراكس نشوفوا لا كاين دي زيكستونسيون يعني ولا مشى هذاك الكونسير. فوالا دونك كيما هي من الاول كي نحات لو كول دونك قعدوا لها خلايا هي لو كان كي كان كي يكون او غراد ولا يكون كونسير كونفيرمي بلا بيوبسي باسكو قلت لك نديروا لا كولبوسكوبي ونشوفوا ونديروا عينه نديروا لا ناباط تشريح تاع الانسجه كي نصيبوه كونسير دو كول كي يكون يعني او غراد كي يكون لاخر كارسينوم يقولوا له اون جينيرال سي لو كارسينوم ايبيديرمويد 90% سي كارسينوم ايبيديرمويد نديروا راديو بلوس شيميو باش ولا قعدوا خلايا نقتلوهم ما يقعدوش خلايا اللي يزيدوا يطلعوا للفوق للبطانه ولا يزيدوا يعني يمشي هذاك المرض كي نديروا له نحيوا لو كونسير هذاك لا تومور في لو كول
نزيدوا شيميو الى راديو. يلا نستقبل دكتوره مكالمه اخيره نختم بها هذا الفقره. صباح الخير سيدتي، مرحبا بك معنا. صباح الخير. نقطع الاتصال المرة الثانية، معلش نروحوا للعلاج، لعلاج سرطان عنق الرحم في مرحلة أولى، كنا قلنا هو علاج ضد الفيروس HPV، لكن كيولي في مرحلة متقدمة وفي المرحلة الأخيرة، وشنو هو العلاج؟ كما قلت لك يكون في ستاد ليجي موديغي وهذوك سي HPV، قلت لك يقدر يروح وحده. ويقدر يكون ماشي اونكوجين كي نديرو علاش المراه ملي حدير لو تيباج فيرال نوع الاش بي في باش تكون مهنيه كي تكون على بالها ميم لو ميدسان يكون مهني على بالو بلي على بالها بلي عندها لو تيب ما يديرش كونسير دونك لا سيرفيونس تكون سهله ويكون فهمتي ميم المراه ما تكونش ستريسي كي يكون اونكوجين نخافو دونك قلت لك كي يكون ديسبلازي ليجير موديري اون سيرفي نديرو الدوا يروح ولا الحق حتى لوين الحق اوغراد تما سوا نديرو سا ديبون يا بليزيور بروتوكول يعني ما نقدرش نديتايي لازم له موضوع وحده سوا نحيو نديرو كونيزاسيون باش نتحققوا فوق قبل ما نحيو نديرو اون كونيزاسيون دياغنوستيك يعني نحيو اون بارتي من لو كول باش نتحققوا بلي صح كاين كونسير تما من بعد كي نتحققوا نديرو سا ديبون سوا نحيو لو كول سوا نحيو كامل سا ديبون لاج دو لا مالاد سا ديبون اذا كانت والده ماشي والده ولا كانت عندها دراري ولا كانت مثلا صغيره ما عندهاش دراري اون بريفير اتر كونسيرفاتور يعني ما نحيوش كلش باش تجيب دراري ولا كانت وحده عندها دراري وخلاص يعني كبيره نحيو لها كلش بلوس نديرو لها العلاج الكيميائي لا كيميائي لا شيميوثيرابي اي لا راديوثيرابي فوالا حنا نطلبوا ربي ان شاء الله يعافينا من هذا المرض يعني السرطان هو مرض العصر النساء كامل عم يتابعوا فينا احنا دائما من خلال البرنامج نساهموا في التوعيه والتحسيس لازم نروحوا نقوم بالتشخيص المبكر خاصه المبكر خاصه الامهات يعني الام كي تمرض العائله كامل تمرض البيت كامل يمرض فما بالك اذا ربما ماتت يعني تنهار العائله الاكيد الوقايه خير من العلاج شكرا جزيلا شكرا لك دكتوره شوف زون بخير